يقول: ما حكم من يطوف على القبر يظن بأنه بركة، وهناك من يأتي للقبر ثم يدعو الله ويقول: اللهم بجاه فلان وهو صاحب هذا القبر، وهل الأولياء الصالحين قبورهم بركة بعد موتهم؟ القبور تزار لأمرين: الأمر الأول الاعتبار والاستعاض بأحوال الأموات، الأمر الثاني الدعاء للأموات والاستغفار لهم. أما من يتبرك بالأموات أو يستغيث بالأموات فهذا مشرك، الذي يستغيث بالأموات هذا مشرك، والذي يتبرك بالأموات هذا مبتدع، وسيلة من وسائل الشرك، فلا يغير الزيارة الشرعية إلى زيارة شركية أو زيارة بدعية والعياذ بالله.